انا المهندس صلاح الغول من شركه اوتس، وانا المسؤول عن تنفيذ المقر الجديد لشركه اوتس في مصر. لما بتيجي تعمل مشروع كبير زي دوت بتحتاج لدقه وجوده عاليه، وده اللي شركه جرافيتي انتيريور ديزاين قدرت تقدمه لنا. جدول زمني متماشي مع مواعيد التسليم. جرافيتي انتيريور ديزاين اهتموا بالعناصر الاساسيه والتفاصيل لتنفيذ مشروع متكامل. جرافيتي انتيريور ديزاين معاييرها متميزه بالدقه والسرعه في التسليم. انا المهندس علي حسن من شركه جرافيتي انتيريور ديزاين ومدير تنفيذ مشروع مقر شركه اوتس للمصاعد في مصر. الخطه التنفيذيه لمشروع اداري كبير بحجم اوتس محتاج لدقه وتخطيط شامل لكل التفاصيل. العنصر الحقيقي للنجاح في التنفيذ هو التخطيط المحدد بوقت، وهنا دورنا كشركه اننا نقدم جدول زمني بمواعيد الاستلام لكل مرحله. هدفنا في جرافيتي هو توفير الوقت والمجهود مع تقديم جوده متميزه لعملائنا. انا هبه حجازي انتيريور ديزاين من جرافيتي انتيريور ديزاين. انا المسؤوله عن ديزايننج الورك سبيس لاوتس بروجكت وفولوينج اب التنفيذ. احنا النهارده خلاص سلمنا البروجكت، وزي ما انتم شايفين اتس ا فيري لارج اي كاتشينج ورك سبيس. يلا بينا ان تور اوريكم كل الديتيلز للبروجكت.